بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع الرئيسي اللي بتبص عليه الشقة بتاعة النهاردة. الشارع ده شارع عرضه 20 متر. ده كده شكل البرج اهو من بره اللي بيبص على الشارع العشرين متر. ده برج 12 دور وفيه 2 اسانسير. ده كده شكل البرج من بره. ده كده يا جماعة شكل المدخل اهو، مدخل فخم جدا كله رخام والسقف بتاعه جبس. اللي هناك ده طبعا السلم، وهنا كده في عندنا 2 اسانسير. نبدأ بقى نشوف الشقة بتاعة النهاردة. ده كده شكل الشقة اهو، باب الشقة، الرخامة اللي على الباب دي، وهنا كده بيجي لنا عداد كهرباء قديم ديجيتال. طبعا القديم فيه نوعين غير الجديد، الكارت بيبقى اما ديجيتال واما قرص اللي هو الاسود اللي كلنا عارفينه ده، او بيكون بقى الجديد اللي هو الكارت. فالعداد ده عداد كهرباء قديم ديجيتال. نبدأ بقى نخش الشقة ونقول بسم الله ما شاء الله. الشقة يا جماعة مساحتها 135 متر، 3 غرف ورسبشن ومطبخ و2 حمام. هنا كده أول حاجة بيجي لنا مع الرسبشن ورا باب الشقة حمام الضيوف. ده حمام الضيوف أهو يا جماعة. طبعا حمام الضيوف ما بيحتاجش بقى مساحه ولا بني ولا حاجه، بيبقى حاجه سيمبل بس بسيطه كده كخدمه للناس الضيوف اللي عندنا في ريسبشن. وبينفع برضو في حال لما يكون مثلا الصبح او كده صاحيين من النوم الصبح وفي ضغط على الحمام، بيبقى فيه حمام بديل. ده كده الحمام، ميه شغاله حلوه 100 100 قويه، والسقف برضو وريته لحضراتكم دلوقتي مفيش فيه اي حاجه. الحاجات الاساسيه اللي احنا بنركز عليها واحنا بنتفرج على اي شقه. ده كده ريسبشن اهو يا جماعه، بيجي لنا ريسبشن قطعتين. وهنا كده بنطلع بمستوى تاني، مستوى ثاني درجه السلم ده درجه واحده كده على الغرف والمطبخ والحمام التاني. هوري لحضراتكم دلوقتي، بس نشوف الاول الريسبشن. ده كده شكل الريسبشن اهو يا جماعه، ريسبشن قطعتين، وده شكل التشطيب بتاعه، تشطيب يعتبر لوكس. دي كده القطعة اللي أنا واقف فيها، ودي القطعة التانية. هنا كده بتجي لنا البلكونة. بلكونة ما شاء الله مساحتها حلوة جدا، تقريبا حوالي من 1.5 متر لمترين. وطبعا الفيو قدامك مفتوح. ده كده منظر الغروب أهو، أنا بصور دلوقتي المغرب كده، منظر الغروب في منتهى الجمال، وبالنهار كمان أجمل وأجمل. ده الشارع أهو اللي إحنا جايين منه من تحت، ده شارع عرضه 20 متر. ده كده البيو برضو اهو من الناحية التانية، وده نفس الشارع اهو، شارع 20 متر. نبدأ نرجع كده تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. كده يا جماعة احنا شفنا ريسبشن، نرجع بقى كده تاني عشان نشوف الغرف والمطبخ والحمام. هنا كده بتجي لنا درجة السلم دي، ونطلع درجة السلم ونخش كده بتجي لنا طرقة التوزيع دي. دي كده طرقة التوزيع يا جماعة على الغرف والمطبخ والحمام. طبعا جميل جدا الشقة اللي بيكون فيها خصوصية، ريسبشن يبقى لوحده والغرف لوحدها لأصحاب البيت عشان ما يحصلش ايه، ما يبقاش فيه جرح للحقوق او كده. نيجي هنا نشوف أول غرفة. دي أول غرفة يا جماعة، دي تعتبر غرفة النوم الرئيسية، أو اللي هي تعتبر أكبر غرفة في الشقة. الغرفة دي مساحتها 4 في 6، مساحة الغرفة دي 4 في 6، وبرضو بتبص البلكونة صغيرة كده على نفس الشارع اللي هو 20 متر اللي احنا طالعين منه من تحت. دي كده الغرفة هي يا جماعة، دي المساحة بتاعتها باينة اهي معاكم، مساحتها حلوة جدا ما شاء الله. وهنا كده دي زي بلكونة صغيرة كده برضو على الشارع اللي هو 20 متر. معلش نفتحها من الناحية التانية.
دي هي زي بلكونه حته صغيره كده وبتبص على الشارع ال 20 متر اهو. طبعا قدامي برضو الفيو مفتوح بس عشان انا الجو بدا يليل عليا مش ظاهر معانا. ودي البلكونه بتاعتنا الثانيه الرئيسيه اهي. دي كده الغرفه يا جماعه من جوه ما شاء الله مساحتها حلوه جدا 4 في 6 يا جماعه. دي انا قستها بنفسي 4 في 6 صافي من جوه. نرجع كده تاني تجي لنا هنا الغرفة التانية. دي كده الغرفة التانية هي يا جماعة برضو بتبص على الشارع. الغرفة دي بتبص برضو على نفس الشارع بس معلش بقى هو الجو ليل فمش هيبان معاكم قوي بس بتبص بالشباك ده اهو على الشارع. فاكر هيجيب معانا او باين الشارع اهو مع حضراتكم. دي كده الغرفة التانية. بعد كده نرجع هنا بيجي لنا المطبخ. بصوا يا جماعة ركزوا معايا في التفاصيل. دي الطرقة اللي احنا جايين منها اهي من عند باب الشقة والريسبشن. ودي الغرفة الأولى واللي أنا واقف في ظهري دي الغرفة التانية. وهنا كده بيجي لنا المطبخ. ده كده المطبخ اهو يا جماعة. كده المطبخ وده عداد الغاز اهو. الشقة يا جماعة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية. المطبخ برضو مساحته حلوة ما شاء الله. واخد مطبخ مستريح ومعانا بوتاجاز واخد برضو مكان للتلاجة. تمام كده المطبخ مساحته حلوة. بعد كده بيجي لنا الحمام. ده كده بقى الحمام الكبير. ده الحمام الكبير اهو واخد بانيو اهو في الزاوية. بانيو زاوية. هنا كده برضو السقف اهو كويس مفيش فيه اي حاجة. برضو الغاز واصل هنا في الحمام مع سخان الغاز ده. وده كده الحوض. وهنا كده مكان الغسالة الاوتوماتيك وبرضو الصرف بتاعها موجود ورا. ده كده الحمام الكبير. بعد كده بتجيلنا الغرفة التالتة. دي هنا كده الغرفة التالتة اهي يا جماعة. دي تعتبر الغرفة الوحيدة اللي على منور. مساحتها تقريبا 3.5 × 3.5. واخدة سريرين 120 ودولاب 3 دولف. الشباك ده كده بيبص على منور. ودي الغرفة الوحيدة اللي على منور. يعني غرفتين على الشارع مع الريسبشن وغرفة واحدة بس على المنور. نراجع مع بعض بيانات الشقة مرة تانية. الشقة يا جماعة مساحتها 135 متر تحت العجز والزيادة. الشقة 3 غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واتنين حمام. الشقة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية. الشقة في الدور التاسع البرج 12 دور وفي عندنا 2 أسانسير. الشقة مرخصة وليها حصة في الأرض. الشقة بتتباع بالعفش بكل العفش اللي قدام حضراتكم ده وبالأجهزة والمكيفات وكل شيء وممكن بدون. الشقة يا جماعة زي ما بيقولوا في السوق بسعر محروق. سعر الشقة بدون الفرش 450 ألف وبالفرش كله اللي فيها ده بالمكيفات والأجهزة وكله 520 ألف. الأسعار نهائية يا جماعة السعر محروق. الشقة عنوانها فيصل الطلبية شارع الريحاني الرئيسي. والأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. في رقم فون وفي رقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.